خضرة يا بلادي خضرة رزقي خوار محروس بعين القدرة تبقى غدار. بداية موسم قطاف الزيتون الذي يبدأ مع كل بداية فصل شتاء، سيكون تقرير لهذا اليوم عن موسم قطاف الزيتون وأهمية هذا الموسم للعائلات الأردنية والمزارعين، تابعونا من خلال هذا التقرير. علينا بالظل تخلي الليل المسموع أنوار، بالظل تخلي الليل المسموع أنوار، جناين هالمزروعة ياسمين وفي الطفل وطفلي دلوها عايز. بالنسبة لأهمية الزيت والزيتون، يعتبر الزيت والزيتون من أهم الزيوت النباتية على الإطلاق مقارنة بالزيوت النباتية الأخرى، نظرا لاحتواء على المركبات الدهنية وخصوصا حمض الأوليك الذي يعتبر مفيد للجسم، بالإضافة لاحتوائها على المركبات الفينولية التي تعمل كمضادات أكسدة داخل الجسم وبالتالي تقي الجسم من الأمراض. بالنسبة لطرق قطاف الزيتون، طبعا الطرق المثلى والطرق الأفضل هي الطريقة اللي تقطف الزيتون، طريقة قطاف الزيتون باليد، ولكن طريقة قطاف الزيتون باليد لها مساوئ. أولا ارتفاع تكلفة العمالة، ثانيا تأخذ الوقت والجهد، ولكن مع التطور التكنولوجي والعلمي أصبح عندنا متاح حاليا في الأردن في بعض الشركات وفرت بعض الماكينات قطاف الزيتون وبأسعار مناسبة للمزارعين، منها من ضمنها هاي الماكينات بسموها ماكينات قطاف الزيتون. طبعا عندنا عدة أنواع منها، منها ما يكون محمول على جرار، ومنها ما يكون يستخدم بطريقة الفايبريشن الاهتزاز، ومنها ما يكون عن طريق تمشيط الشجرة دون أن يعمل أي أذى للشجرة أو يعمل أي ضرر. بالنسبة لتكلفة الماكينة، طبعا ممكن أنها توفر تقريبا 50% على المزارع إذا تم استخدام الماكينات مقارنة بالأيدي العاملة. بلادي بلادي الضب باركها وغناها. خالتم فتحي تحكي لنا عن دور المرأة في موسم قطاف الزيتون وعونتها لأولادها وزوجها كمان. والله المرأة دائما بتعرف بتساعد جوزها، يعني هون عندنا بالبلد وبقطف الزيتون ومش بس أخرى على الزيتون، أيات شغلة بشتغل معهم والحمد لله، يعني دائما بنساعد يعني جيزاننا ونروح ونيجي أولادنا بيجي بفزعوا ونروح على إفراط الزيتون. يعني المرأة من زمان عاملة؟ عاملة لا يم في إيدها ويد الرجل ويد واحد، يعني دائما متماسكين وبيشتغلوا مع بعضهم البعض. طيب شو يعني لك موسم قطاف الزيتون بالنسبة لك ولأولادك وللعيلة؟ بعود علينا يعني دخل منه وزيت وغير، يعني بناكل بنشرب منه، يعني ودخل فوت علينا دخل من الزيتون. شفي قلبه بصدر الجرح طاح. صباح الورد يا عميد، اهلا وسهلا بكم. حكينا عن اجواء قطف الزيتون والاجواء اللي انت فيها الان. اجواء قطف الزيتون اجواء مباركه وموسم خير وبركه توارثناه عن الاباء والاجداد. طبعا موسم الزيتون احنا بنستناه بفارغ الصبر لانه موسم بركه وخير علينا وعلى اللي حوالينا باذن الله. الزيتون موروث قديم جديد. طبعا احنا نقطف الزيتون من بدايه شهر 11 من تقريبا لغايه شهر 12 لما نكمل قطاف الزيتون. طبعا مواسم الزيتون بتختلف نسبه لمواسم الامطار عندنا الحمد لله رب العالمين، وكلها اجمالا مواسم بتكون كويسه ومجديه علينا الحمد لله رب العالمين، ونوعيه زيتنا ممتاز وبعليه وما فيها لا ري ولا فيها مواد كيماوية بإذن الله. خضرة يا بلادي خضرة رزقي خوار محروس بعين القدرة تبقى هدار. شجرة الزيتون شجرة مباركة حتى رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بارك فيها وأقسم فيها شجرة التين والزيتون وطول السنين، وفي آية النور أيضا
شجرة الزيتون هي بداية يعني كانت هذه البلدة بشكل عام منتشر فيها أشجار الزيتون الرومي، ولكن مع تطور البنيان وتوسع الرقعة العمرانية بدأت يعني تتناقص هذه أشجار الزيتون الرومية القديمة، ولكن انتشرت أيضا كروم الزيتون اللي هي يعني تقدر تقول من 40 سنة و 50 سنة بدأت تظهر يعني أشجار زيتون بالشكل اللي أنتم لاحظينه بشكل كروم أو بشكل مشاريع. نعم يعني موسم قطاف الزيتون هو يعني موسم خير وبركه على الجميع، لانه هو موسم تتكاتف فيه العائله بشكل كبير، حتى كبار السن والاطفال والازواج والزوجات الكل بيشترك في هذا الموسم، موسم الخير والبركه، لانه موسم ان شاء الله بيعم على الجميع بالخير. تخلي وما عمرها عشرة تحمل منكوش، تخلي إلا سمرة مشي مشوار. أعزائي المشاهدين، بعد ما كنا احنا وياكم بالمزرعة الزيتون ومراحل قطف الزيتون، الآن راح ننتقل للمرحلة الثانية وهي عملية عصر الزيتون. للمزيد من التفاصيل راح يكون معانا المهندس عبد الحميد. صباح الخير أستاذ عبد الحميد. الخير، صباح الخير. تحكينا عن مراحل عصر الزيتون والمراحل اللي يمر بها. نعم، عصر الزيت يا سيدي، المزارع بيجي بيجيب الزيت بحطه بفرغوه، طبعا في طاقم مسؤول عن هاي رأسا في عملية التنظيف، قلت لك من الورق والكذا، في مراوح، مرحلة ثانية غسيل، مرحلة ثالثة جرش، يعني في جوشة، وبتعجنه لمدة في طبعا لازم يكون في مدة محدودة يعني تمشي، والمرحلة الثالثة اللي هو عملية الفرس. نعم والله يا سيدنا، في تفاوت الأصناف متفاوتة، يعني معك من في طبعا انواع ليست للزيت يسموها الرصيعي، هاي لا تتجاوز نسبه الزيت 15%، بينما في المتعارف عندنا هنا تصل النسبه من 25% الى 35%. طبعا عندك احنا هنا تقريبا نميل الى البلدي اللي هو النبالي، في اصناف ثانيه طبعا، بس اللي دارج عندنا هون في المنطقه اكثر شيء النبالي، يعني اللي هو البلدي طبعا بيسموه عندنا هنا الفلاحين رومي، يعني قديم جدا. نعم، الرومي، الزيتون الرومي. ايوه، وطبعا يعني هنا قلت لك يعني الحمد لله تطورت عندنا هون في البلد. مثلا كان عندنا قبل 20 سنه معصره على بسموها الكفاف هي، وكانت يعني بطيئه، انتاجيتها بطيئه، ثم الحمد لله انها كل المعاصر صارت حديثه فتوفر وقت يعني وفيها انتاجيه عاليه. يعني مثلا المعصرة هنا ساعدت 3 طن يعني تعصر. نعم، فالحمد لله يعني صار الزيتون كان يتكدس زمان ويأثر على طبعا نوعيته، يتكدس يلحق الدور يعني تزيد نسبة حموضة، أما الآن المعاصر الحديثة صارت تمشي الحمد لله، ويعني ما في مشاكل الحمد لله كويسين. خضرة يا بلادي خضرة، رزقك فوار، محروس بعين القدرة تبقى غدار. أعزائي المشاهدين، تعرفت على مراحل قطف الزيتون وعصر الزيتون. طاب صباحكم وأسعد الله أوقاتكم.